السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. القوام الرشيق والبطن المسطحة حلم كل شخص بغض النظر عن جنسه، ويعتبر الكسل وقلة الحركة والنظام الغذائي غير المتوازن وتناول الوجبات غير الصحية وشرب المشروبات الغازية من أهم أسباب ظهور بروز البطن أو الكرش. وفي الآونة الأخيرة احتلت العمليات التجميلية الخاصة بشفط الدهون وربط المعدة أو تصغيرها المرتبة الأولى عالميا لحل مشاكل بروز البطن أو السمنة، ولكنها تعتبر حل مؤقت في حال اتباع الشخص نفس العادات القديمة السيئة، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات غير مرغوبة كما أنها مكلفة. أما الحل الآخر الذي يلجأ إليه معظم الأشخاص هو الوصفات المنزلية أو اتباع أنظمة غذائية خاصة بحرق الدهون وإزالة الكرش، ومن أشهر هذه الوصفات وصفة الملفوف. سأتقاسم معكم وصفتين، وصفة للشرب وأخرى للدهن الموضعي، يعني وصفة خارجية لتتخلصوا من الدهون المتراكمة في منطقة البطن. إذا في كلا الوصفتين سأحتاج للملفوف. الملفوف يعمل على إذابة الشحوم وحرق الدهون في منطقة البطن. إذا سأبدأ بالوصفة التي تستعمل خارجيا. إذا أخذت القليل من الملفوف أو الكرنب، سأقوم بحكه بهذا الشكل. إذا كما تلاحظون هو يصعب قليلا يعني بشره، لكن سأخذ هذا الجزء الذي قمت ببشره والذي أصبح رقيق بهذا الشكل. وسنحتاج أيضا لملعقة صغيرة من القهوة. القهوة فوائدها متعددة، فهي ليست فقط للتنبيه بل لها فوائد جمالية قد لا تتوقعونها. فمن فوائدها قدرتها على التخلص أو تخليص الجسم من السيلوليت أو الدهون المتراكمة على البطن وحتى الأرخاد والأرداف. فالقهوة تحتوي على مادة الكافيين وهي مادة محفزة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تخليص الجلد من الماء المخزن فيه والدهون المتراكمة، وتحسن الدورة الدموية كما تقوم بشد الجلد والتخلص من الترهل. وسأحتاج أيضا لمكون ثالث وهو زيت الزيتون، سأضيفه طبعا. هو الآخر يزيل ويحرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن، كما يساعد على إزالة الكرش والدهون فيها بشكل تدريجي، لذلك يفضل استهلاكه بدل استهلاك الزبدة أو غيرها من الأشياء المصنعة. إذا سأضع ملعقة صغيرة من القهوة، قهوة مطحونة وليست القهوة سريعة الذوبان، ثم سأخذ مقدار ملعقة كبيرة من الملفوف المبشور سأضيفها، وطبعا سأضيف ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة أيضا، وطبعا نقوم بخلط المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة بهذا الشكل. إذا هذه العجينة ستساعدنا في حرق الدهون من الخارج. بعد عمل الخلطة تقومون بوضعها على منطقة البطن، وذلك بعمل حركات دائرية عكس عقارب الساعة للأعلى. تستمرون بحركات دائرية لمدة 10 دقائق. ستلاحظون أيضا عند دلك البطن ستصبح البطن حمراء، وهذا أمر جيد. بعد ذلك تقومون بترك هذه الخلطة على البطن لمدة تفوق الساعة، كل ما تركتموها أكثر كل ما كان أفضل. وطبعا مع لف البلاستيك الغذائي على البطن بمقدار 3 لفات لضمان ثبات الخلطة على البطن. كما قلت تتركونها من ساعة إلى أكثر حتى تضمنوا مفعولها. تستمرون على ذلك يوميا وستلاحظون نتائج رائعة جدا جدا انطلاقا من الأسبوع الأول. والمشروب الثاني سأستعمل فيه أيضا الملفوف. طبعا كما ترون احتفظت بقايا من الوصفة الأولى، لا ترموها
بل استعملوها في عمل هذا الشراب. تقومون بتقطيعه طبعا، هو سيصير بهذا الشكل. يعني هذا الملفوف رائع جدا جدا للصحة ككل، فهو غني بالألياف والمعادن والفيتامينات الهامة ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة السعرات الحرارية والدهون المشبعة والبروتينات فيه، مما يمكنه من دعم الجسم وتحسين صحته العامة. كما ينصح بتناوله لمن يعانون من اضطرابات المعدة والأمعاء، لأنه يرطب الجهاز الهضمي ويعيد توازن البكتيريا فيه وينشط عملية الهضم وإخراج السموم من الجسم، كما أنه غني بكمية عالية من الألياف، الأمر الذي يجعل الفرد يشعر بالشبع لساعات طويلة ويحد من الشهية للطعام، كما أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون. إذن سنحتاج لخلاط كهربائي، سأضع فيه الملفوف الذي قمت بتقطيعه. نضع كمية قليلة فقط، يعني مقدار الذي سيجعلنا نحضر كوب واحد فقط، ثم سأضيف إليه كوب من الماء طبعا حتى يتسنى لنا خلطه. وهذا هو العصير، يمكنكم شربه هكذا، وفي حال لم تستطيعوا يمكنكم تصفيته للحصول على الماء فقط، لكن يفضل شربه من الأفضل يعني هكذا دون تصفيته حتى نضمن الاستفادة أيضا من الألياف. كما ترون هذه الألياف يعني هي جيدة، يمكنكم شربه هكذا دون تصفيته إن استطعتم طبعا. إذن هذا هو العصير الذي حصلنا عليه. كما يمكنكم أيضا يعني إضافة القليل من العسل لتصحيح مذاقه طبعا، ولكن يعني تذوقته مذاقه ليس بالسيء، هو رائع جدا جدا، يمكنكم شربه هكذا دون إضافة أي يعني أي إضافات أو محليات أخرى، لكن على العموم يمكنكم إضافة القليل من العسل الطبيعي إليه. إذن هذه هي الوصفات باستعمال الملفوف، هي رائعة جدا وستمنحكم نتيجة مذهلة وساحرة. وطبعا إضافة إلى هذه الوصفات لا يكفي طبعا عملها فقط واتباع العادات الخاطئة السابقة، بل يجب تغيير عاداتكم حتى تضمنوا التخلص من البطن والدهون المتراكمة فيها. عليكم بالتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات عالية مثل الحلوى والمخبوزات والوجبات السريعة. عليكم أيضا الإكثار من شرب الماء لأهميته في زيادة الحرق وضرورته في جميع العمليات التي يقوم بها الجسم. عليكم أيضا التقليل من استخدام الدهون المشبعة مثل السمن، السكر وغيرها، وتعويضها بزيوت غير مشبعة مثل زيت الزيتون. عليكم أيضا الإكثار من تناول الخضر والفواكه لأنها تعطي إحساس بالشبع، فضلا أنها تتميز بسعرات منخفضة وغنية جدا بالألياف التي تعوق مرور يعني الدهون والسكريات إلى الجسم، وطبعا التي تتخزن وتصبح عبارة عن دهون لاحقا. عليكم التخفيف من وجبة العشاء وتناول أطعمة أقل سعرات حرارية في الليل. عليكم يعني أكل الوجبات الدسمة صباحا وهكذا وأنتم تقللون من الوجبات حتى تصلوا للليل. يعني في الليل يجب أن تتناولوا شيء خفيف جدا لأننا سننام، وبالطبع الجسم أيضا يتوقف عن العمل خصوصا الجهاز الهضمي، وتبقى الأطعمة متراكمة في الجهاز الهضمي وبالتالي قد تفسد وتتعفن، وطبعا في القولون تمتص وهكذا يعني يدخل للجسم فضلات وسموم يعني تؤرق الجسم. عليكم أيضا الحرص على ترك فترة زمنية لا تقل عن 3 ساعات بين وجبة العشاء والذهاب إلى فراش النوم. اهتموا أيضا بالتمارين الرياضية يعني الحركة، وفي حال إن كنتم لا تمارسون تمارين رياضية عليكم بالإكثار من الحركة كالمشي على الأقل. عليكم دائما شفط البطن للداخل بصفة مستمرة أثناء الجلوس والمشي، وطبعا عليكم بعدم الاستعجال في الحصول على نتيجة مرضية لأن حرق الدهون يتطلب الصبر والالتزام بالوصفة والعمل بالنصائح، لأنه طبعا تطلبتم وقت لكي تنمو لكم بطن كبيرة. إذا عليكم أيضا أن تصبروا حتى تتخلصوا منها، وكيف ذلك؟ يعني باتباع عادات جيدة، عادات غذائية سليمة، وطبعا إضافة إلى هذه الوصفة الموضعية والوصفة للشرب ستتخلصون وستصلون لهدفكم، وهو إزالة الكرش والحصول على بطن مسطح ومشدود في نفس الوقت. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بوصفتي اليوم. لا تنسوا لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوهم أيضا، وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات
لا تترددوا في ترك تعليق وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، وأيضا انضموا للجروب على الفيسبوك، تابعوني على انستغرام. شكرا على تعليقاتكم، شكرا على دعمكم، وأضرب لكم موعد في وصفات قادمة ومجربة.